طب ما هو في واحد ممكن يجي يقول ايه؟ يقول والله يا جماعة احنا ما ينفعش معنا الديمقراطية. ده رأي قطاع كان رأي حسني مبارك ورأي عمر سليمان ورأي علاء مبارك ورأي جمال مبارك ورأي أحمد نظيف ورأي عبد الفتاح السيسي في الغالب، لأنه قال أول ما جه الراجل كان واضح، قال اللي بيتكلموا على الديمقراطية، الديمقراطية في مصر ما ينفعش تتطبق قبل 20 سنة. الديمقراطية معناها العدل، معناها الكرامة. أنت عارف لما تقول شعب ما ينفعش معاه الديمقراطية يعني إيه؟ يعني شعب ما ينفعش معاه العدل، ما يفرقش معاه العدل، شعب ما يفرقش معاه كرامة، كرامته مش مهمة. الديمقراطية دي فكرة وأسلوب تطبيق. أسلوب تطبيق ده في ديمقراطيات مختلفة، الديمقراطية في الولايات المتحدة غير الديمقراطيات بتاعة البلاد الاسكندنافية، غير ال ده الأسلوب التطبيق. الفكرة الرئيسية أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم متساوون أمام القانون، يعني كرامة وعدالة. لما تقول بلد ما تنفعش معاها الديمقراطية أو الشعب ما ينفعش معاها الديمقراطية، يبقى هذا الشعب لا يحتاج إلى العدل ولا يحتاج إلى الكرامة، يبقى هذا الشعب أقل من المستوى الإنساني. المشكلة مش في السيسي، المشكلة في النظام. أي دكتاتور، بص بقى، أي دكتاتورية هتنتهي بكارثة. ما كانش النهاردة يبقى بكرة أو الشهر الجاي. ليه؟ لأنها ما فيهاش محاسبة وما فيهاش حاجة اسمها فيدباك. فيدباك اللي هي تقريبا الرأي الآخر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن القرارات واخدة شكل هرم، في واحد فوق هو اللي بيقول كل حاجة وكل الفرقة اللي تحت دي بتطبله. تمام؟ كل الدكتاتوريات في العالم تاج بكوارث، وكان في دكتاتوريين على قدر كبير جدا من الموهبة وعملوا إنجازات. يعني هتلر ده رغم انه سفاح ومجرم وبتاع، عمل إنجازات. هتلر خد ألمانيا كان فيه 7 مليون عاطل، بعد 3 سنين ما بقاش فيها عاطل واحد، بس انتهى بكارثة. صدام حسين عمل تعليم في العراق وعمل حاجات، بس انتهى بكارثة. الدكتاتورية تساوي كارثة. الناس دي الكلام ده العالم كله عرفه، أمال العالم بيقاوم ليه الدكتاتورية من قبل ما تبتدي؟ لأنه عارف، لأن الناس بتتعلم من التاريخ. إحنا للأسف في ناس كتيرة من عندنا ما بتتعلمش من التاريخ.